بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذي تلاميذ المرحلة الرابعة، أهلا بكم في درس جديد من مادة العلوم. درسنا اليوم عن الرياح والرطوبة وما أهمية الرياح وما أنواعها وكيف سوف نتعرف على جميع أجزائها. نلاحظ في أيام كثيرة تنقل هبوب الرياح على جميع أجزاء سطح الكرة الأرضية، وسبب ذلك أنه يوجد اختلاف في الضغط الجوي بين مكان وآخر، وبذلك ينتج لدينا الرياح. فما هي الرياح؟ تعريف الرياح، الرياح هي عبارة عن هواء متحرك. هل أن الرياح توجد على درجة واحدة من القوة، وهل جميعها في نفس الفعالية ونفس التأثير؟ هل جميعها مفيدة؟ هل جميعها ضارة؟ نتعرف الآن على أنواع الرياح. توجد للرياح 4 أنواع. النوع الأول تسمى رياح خفيفة. هذه الرياح الخفيفة تعمل فقط على تحريك الهواء الأوراق، ونسميها نحن وقد ممكن أن نسميها بالنسمة، الهواء يسمى النسمة. هذه الرياح الخفيفة. أما الرياح المعتدلة، هذه التي تحرك الأغصان، ممكن أن تحرك الأغصان. لكن لو انتقلنا إلى نوع الرياح القوية، هذه الصورة توضح لنا الرياح القوية التي تحرك الأشجار بصورة كاملة، ومع ذلك تثير التراب من الأرض. أما النوع الآخر من الرياح وهي الرياح العاصفة، أجارنا الله وإياكم منها، هذه الرياح تقلع الأشجار من أرضها وتعمل على تكسير الأغصان، وفي بعض الأماكن تعمل على تهديم البيوت والبنايات. إذن تقسم الرياح إلى 4 أنواع: خفيفة تحرك الأوراق، ومعتدلة تحرك الأغصان، وقوية تحرك الأشجار، والعاصفة تقلع الأشجار من مكانها. كيف تقاس هذه الرياح؟ وكيف تقاس اتجاه الرياح وسرعة الرياح؟ تقاس اتجاه الرياح بواسطة دوارة الرياح. تقاس اتجاه الرياح بواسطة دوارة الرياح. هذه الصورة الآن لدينا تمثل لنا دوارة الرياح. هذه دوارة الرياح عبارة عن سهم. هذه الصورة توضح لنا عبارة عن سهم، ويوجد في أسفله مجموعة من الاتجاهات. هذه الاتجاهات ثابتة، يتحرك لدينا فقط عمود الذي يحمل السهم. فمع مرور الرياح يتحرك السهم، ونرى رأس السهم على إلى أي مكان يحدد. في هذه الصورة واضح أنه يحدد إلى الشمال الشرقي. لو كان اتجاه السهم بهذا الاتجاه لقلنا رياح شرقية، وهنا رياح جنوبية، وهنا رياح شمالية، وهنا رياح غربية. وكذلك يمكن أن تقاس سرعة الرياح بواسطة صورة أخرى توضح لنا جهاز آخر لقياس الرياح، وهو كيس الرياح. هذه الصورة توضح لنا كيس الرياح. هذا يقيس لنا شدة الرياح. كيف يقيس لنا شدة الرياح؟ هو عبارة عن كيس مثقوب من الجهتين، من هذه الجهة ومن هذه الجهة، ويوضع على سارية أو على عمود. عندما يكون العمود بهذا الشكل معناها أن الرياح شديدة. أما لو كان الرياح هذا الكيس متدلي إلى الأسفل لكانت الرياح خفيفة أو متوسطة. لكن هذا الرياح عندما هذا الكيس عندما يكون بهذا الشكل ممتلئ بالهواء ومستقيم بصورة دائمة، فمعناه أن هذه الرياح تكون قوية وشديدة، وفي بعض الأحيان ممكن أن نسميها رياح عاصفة حسب حالة الكيس. أما إذا كان الكيس متدلي فهذا معناه أنه الرياح تكون خفيفة. الصورة الأخرى، هذه الصورة تبين لنا المرياح. المرياح يحدد لنا سرعة الرياح. المرياح يحدد لنا سرعة الرياح، عبارة عن 3 أكواب مربوطة مع بعضها البعض بعمود يحملها وتتحرك. فعندما تكون حركتها بسيطة معناها أن الرياح خفيفة. وكلما زاد سرعة هذه الأكواب كلما زادت، معناها كلما زادت لدينا سرعة الرياح. إذا لدينا الآن مجموعة من الأجهزة. هذا الجهاز هنا المرياح يقيس لنا سرعة الرياح، يحدد لنا سرعة الرياح. أما هذا الجهاز اللي هو كيس الرياح، الصورة لدينا هنا كيس الرياح
عفوا تحدد لنا شدة الرياح، هذه تحدد لنا شدة الرياح. ولكن لو أظهرنا صورة هذه الصورة وهو صورة دوارة الرياح التي تقيس لنا اتجاه الرياح، حيث المكان الذي يؤشر إليه السهم هذا هو اتجاه الرياح. لدينا الآن سؤال آخر، ما الرطوبة وكيف تقاس الرطوبة؟ الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجود في الهواء. نلاحظ في بعض الأيام يكون الجو رطب، معناه أنه كمية البخار الموجود الماء الموجودة في الهواء كثيرة. في بعض الأيام يكون الجو جاف كما في فصل الصيف، معناها أنه كمية الهواء الموجودة في الماء، عفوا كمية الماء الموجودة في الهواء قليلة. وهو الجهاز المستخدم لقياس الرطوبة هو المرطب، وهذه الصورة توضح لنا المرطب. وللرطوبة أهمية كبيرة في حياتنا، فلولاها لما سقطت الأمطار، فعندما تتبخر المياه وتصعد إلى الأعلى بالتالي تشكل الرطوبة. هذه الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تكاثفها وبالتالي تشكيل الغيوم، وإذا تشكلت الغيوم سوف يصبح قطرات المياه وتصبح القطرات ثقيلة لا يستطيع الهواء حملها، وبالتالي تسقط على سطح الأرض على شكل هطول. وإذا صادف وقابلها طبقات باردة سوف يتحول إلى إذا هواء باردة سوف تتحول إلى البرد اللي نسمينه بحياتنا الاعتيادية الحالو. البرد هو عبارة عن قطرات من المطر المتساقطة تعرضت إلى طبقات جو باردة فتتحول فيما بعد البرد. أما هذه الصورة توضح لنا الثلج. الثلج ما هو الثلج؟ عند تحول قطرات الماء الساقطة في الطبقات العليا عندما تتعرض إلى برودة عالية سوف تتحول إلى شرائح رقيقة خفيفة تتناثر على سطح الأرض، ويتميز القطن عفوا الثلج بأنه يشبه القطن المندوف. فنلاحظ تكتسي المكان الذي يسقط فيها الثلج إلى اللون الأبيض كما هو موضح بهذه الصورة. والثلج عند سقوطه يعمل على تدفئة الجو لأنه يحتاج إلى حرارة إلى برودة حتى يبقي محافظا على هذه الصورة. ومن أين يأتي بهذه البرودة؟ يأتي بها من الجو المحيط به. إذا الرطوبة، نعيد الرطوبة، هي كمية بخار الماء الموجود في الهواء، ويمكن أن يقاس الرطوبة بواسطة المرطاب، ونستفاد من الرطوبة في تكون الأمطار. وبالتالي في بعض الأحيان بعدما تعرضت الأمطار إلى طبقات باردة تتكون البرد أو يتكون لدينا الثلج. الآن نحل أسئلة الدرس ومن ثم ننتقل إلى فكر وأجيب. سؤال، بالسؤال الأول، كيف تصف حالة الطقس في الشتاء؟ نوصفه أنه بارد وممطر. كيف نصف حالة الطقس؟ نوصفه أنه بارد وممطر. ما الأداة التي أقيس بها سرعة الرياح؟ ما الأداة التي أقيس بها سرعة الرياح؟ الأداة هي المريح. الجواب المريح. ثالثا، ماذا أسمي بخار الماء الموجود في الهواء الجوي؟ يسمى الرطوبة. ثالثا الرطوبة. رابعا، ما الأدوات التي أتوقع أن أشاهدها في محطة الرصد الجوي وما استعمالاته وأضعها في جدول؟ توقعات، النقطة الأولى أتوقع أن أجد المرطاب يقيس الرطوبة. المرطاب يقيس الرطوبة. أتوقع أن أجد المرياح يقيس سرعة الرياح. أتوقع أن أجد كيس الرياح يقيس شدة الرياح. أكرر، المرطاب، أتوقع أن أجد المرطاب يقيس الرطوبة. أتوقع أن أجد المرياح يقيس سرعة الرياح. وأتوقع أن أجد كيس الرياح الذي يقيس سرعة الرياح. النقطة الخامسة، ما سبب اختلاف شدة الرياح؟ بسبب اختلاف الضغط الجوي من مكان إلى آخر. بسبب الاختلاف الضغط الجوي بين المكانين. لمعرفة اتجاه الرياح، لمعرفة اتجاه الرياح أستخدم دوارة الرياح. الإجابة الأولى دوارة الرياح. سابعا وأخيرا، المرطاب يستعمل لمعرفة مقدار الرطوبة داخل. بقي لدينا حل أفكر وأجيب و
وينتهي الدرس نقرأ أصنف أشكال الهطول وعلى ماذا تعتمد. الهطول أما مطر أو البرد، وتعتمد على كمية على درجة الحرارة وعلى سرعة الرياح. أنواع الهطول أما البرد أو المطر، وتعتمد على سرعة الرياح وعلى درجة الحرارة. لماذا تكون الرطوبة الجوية عالية في المناطق المرتفعة؟ لزيادة نسبة التبخر، يعني البخار الماء يصعد إلى الأعلى، إذا تزداد رسبة التبخر وتزداد رسبة البطورة عفوا الرطوبة في المناطق العليا. سؤال آخر، كيف الصورة الآن؟ نقرأ الصورة وبعدين نحل. أقرأ الصورة وأحدد اتجاه الرياح. هذا العلم يرفرف ويحدد لنا اتجاه الرياح، وهذه الصورة شمال وجنوب وشرق وغرب، فما هو اتجاه هذا العلم؟ إذا اتجاه الرياح رياح شرقية. كيف يمكن تصنيف الرياح بحسب شدتها؟ الإجابة خفيفة، معتدلة، قوية، عاصفة. أكرر، خفيفة، معتدلة، قوية، عاصفة. ماذا أتوقع لحالة الطقس إن كان كيس الرياح متدلي؟ معناها أنه شدة الرياح خفيفة، أنه الرياح لهذا اليوم تكون رياح خفيفة. بقي لدينا سؤال أم يبقى؟ لم يبقى لدينا سؤال آخر، وبهذا ينتهي درسنا اليوم. شكرا لكم لمتابعتكم، وفقكم الله.